كان بجانب طبعا الخطف الطفل المسيحي الأبنوب. الحقيقة أنه قرية دلجة التابعة لمركز دير مواس محافظة المنيا، يعني بيقال أنها، الخبر بيقول أنه كان الخبر مؤلم. استيقظت في الصباح وفي أحد أيام عيد الأضحى المبارك على صراخ عائلة أولاد عشم الله، تم اختطاف طفل اسمه أبنوب صابر عزيز توادروس يبلغ من العمر 4 سنوات. أنا كان نفسي نتواصل مع الأسرة، حاولنا حقيقي نحاول نشوف أخبار أكتر من نيافة الأنباء غابيوس ونيافة الأنباء مكاريوس من المنيا وأيضا وكيل المطرانية هناك، لكن حال الجميع أجمعوا بأنه يعني عايزين نصلي من أجل عودة الطفل، وأنه واضح أنه حالات كثيرة بتحدث اختطاف في المنيا بسبب الأموال وبسبب الفدية. طيب كان طلعنا خبر أن هم حرروا طفل بغض النظر، بس أنا لازم أذكر للأسف لأنه هذا الطفل اللي تم تحريره في سوهاج هو طفل مسلم، وكان في مجهودات أمنية كثيرة جدا لإطلاق والقبض على هذه الجماعة الإرهابية وإطلاق سراح الطفل. طيب أين المجموعات الإرهابية الخاطفة ليه بسبب فديات أو وهم من بلطجية؟ يعني قبضوا عليهم، في ايه في الامن في المنيا؟ فللاسف الشديد انه حتى لما كتبنا الخبر انه في مجهودات امنية، لقيت ناس بترد عليا وبتقول لي لا، الخبر الصحيح ان الطفل خطف لكن ما فيش مجهودات امنية. فنتمنى الصلاة وتصنع المعجزات، وانه بنوجه رسالة للامن وللداخلية، من فضلكم قوموا بدوركم بالنسبة لهذه الحالات اللي تم التنويه عنها كثيرا، كثير من الاطباء المسيحيين الشباب وكثير من الاسر المسيحيين الغير مقتدرين حتى، واللي بيلموا قيمة الفدية بشكل صعب جدا، بيتم خطف كل يوم والتاني اولادهم والاطباء، وبيتم ودلوقتي طفل 4 سنين، يعني حرام بجد. ف يعني العائلة تمت مهاجمتها من قبل عدد 6 ملاستمين يحملون الأسلحة الآلية مستقلين دراجات نارية، قاموا بالاعتداء على أفراد الأسرة وخطف الطفل من ذويه. ومحامي العائلة قال إنه جاري الآن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية. يا رب يا رب يرجع بالسلامة، ونصلي من أجل أبنوب صابر عزيز توادرس ومن أجل أسرته. ربنا يعني فعلا يديهم الصبر والعزاء ويديهم يعني إنه فعلا سلام كده لغاية ما يرجع بإذن الله. تم تحرير قبطي بالمنيا بعد أسبوعين من اختطافه، وده برضو بيقول ان سلطات المنيا، لكن الحياة دايما بتكون فيها دفع فدية وبعدين بيتحرر او ما يتحررش. في برضو اسرة قبطية مهجرة منذ 4 شهور تطالب العودة لمنزلها في المنيا، وده كان بسبب مشاجرة اطفال، والكلام ده كان اللي حصل ألعاب نارية وحاجات زي كده اللي هي بقرية تلة بمركز المنيا، ونفسهم انهم يرجعوا لان كان الحكاية كلها بسبب اطفال بيلعبوا قدام البيت طبعا.